بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. هذه تتمة لسلسلة كلامي عن تاريخ الأسر والقبائل في الخليج من خلال القراءة في الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية، ومن خلال القراءة أيضا في المصادر الموثوقة والتواصل مع الأسر الكريمة في بلاد الخليج العربي. وسأكلمكم اليوم إن شاء الله عن أسرة تجارية عرفت بالكويت بتجارتها وعلاقتها الاجتماعية الحسنة مع جميع أفراد المجتمع الكويتي. سأكلمكم اليوم إن شاء الله تعالى عن أسرة المتروك وبعدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضا. أسرة المتروك في الكويت من الأسر التجارية الشهيرة في الكويت، ويرجع في نسبها إلى نزة. أشار إلى ذلك مؤرخ ونسابة قبيلة نزة عبد الله بن عبار في كتابه أصدق الدلائل، وهي أسرة نزحت من إقليم البحرين واستقرت في نجد فترة من الزمن، ثم نزحت إلى الكويت في مطلع القرن التاسع عشر وكونت لها منظومة تجارية كبيرة. من مشاهير أسرة المتروك في الكويت الحاج التاجر محمد عبد الله المتروك رحمه الله تعالى، والذي ولد في شرق في الكويت في سنة 1885، وكان سني المذهب فيما يذكر، وأقام علاقة اقتصادية كبيرة مع والده، إذ نشأ في حجر هذا الوالد التاجر الشهير، والذي كانت له تجارة واسعة ممتدة من الكويت إلى البصرة ثم المعمرة والبحرين والهند، وشملت العديد من الجوانب الاقتصادية والتجارية الشهيرة. تنوعت تجارة محمد عبد الله المتروك رحمه الله تعالى، فتجارته كانت مشتملة على السفن والمراكب البحرية والمواد الغذائية والاستهلاكية والعقارات والأخشاب وغيرها مما يحتاجه الناس في ذلك الوقت. فهو يمتلك مكاتب تجارية متنوعة، ويمتلك أيضا مجالات تجارية مختلفة. هذه الإمبراطورية التجارية التي كانت في حوزة محمد عبد الله المتروك رحمه الله تعالى هي التي أكسبته ثقة العديد من التجار في الكويت والخليج، فأقام علاقات تجارية واسعة مع العديد من تجار الكويت، ومن أبرزهم تجارته مع أسرة الخرافي. الشراكة التجارية التي كانت بين محمد عبد الله المتروك وناصر عبد المحسن الخرافي رحم الله الجميع كانت مضرب المثل عند الناس. فناصر عبد المحسن الخرافي هو جد رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق جاسم محمد عبد المحسن ناصر الخرافي. فتجارة المتروك مع الخرافي بدأت بين محمد عبد الله المتروك مع ناصر عبد المحسن الخرافي ثم مع ابنه عبد المحسن. وكان المتروك حينما يشارك الخرافي يمتلك تجارة واسعة ومكاتب كبيرة، وهذا الكلام ليس من وحي الخيال، وإنما من خلال الوثائق التي ما زالت موجودة هنا. فعندي العديد من الوثائق التي تتكلم عن هذه التجارة النقية التي صارت حديث الناس في ذلك الوقت. ولم يقتصر المتروك على تجارته مع الخرافي، بل امتدت إلى الشايع والفضل والإبراهيم والصقر وغيرهم من تجار الكويت. ونظرا للشهرة التجارية الكبيرة للتاجر محمد عبد الله المتروك، فقد كان عضو غرفة التجارة في البصرة في سنة 1939، كما أنه يعد من التجار المميزين عند الحكومة البريطانية، وظل على هذه الحال المرضية من التجارة الواسعة وثقة الناس ومحبتهم إلى أن توفي في البصرة رحمه الله تعالى في سنة 1958. من الشخصيات البارزة من أسرة المتروك في الكويت التاجر ابن التاجر ابن التاجر عبد الله بن محمد بن عبد الله المتروك رحمه الله تعالى، والمولود في شرق في الكويت في سنة 1905. فخرج إلى الدنيا ووجد أباه يمتلك تجارة ضخمة ومكاتب متنوعة، ولذلك نشأ في حجر والده الذي خصص له معلمين ليجمعوا له بين العلم والتجارة، ولازم والده منذ أن كان شابا، وكان يدير العديد من المكاتب التجارية لوالده في الكويت والبصرة والمحمرة والبحرين والهند، كما أنه اكتسب من والده خبرة كبيرة جدا في مجالات التجارية الواسعة التي كانت عند والده، حتى صار بعد ذلك عبد الله المتروك من كبار التجار في الكويت. توفي التاجر الكويتي محمد عبد الله المتروك رحمه الله تعالى في الكويت في سنة 1975. ومن ذرية التاجر محمد عبد الله المتروك في الكويت عبد المحسن وممتاز وأصلان وضرغام، ومنهم أيضا الباحث التاريخي الشهير في الكويت والذي له اهتمام كبير في توثيق تاريخ أسرته وتاريخ الأسر الكويتية الباحث
محمد ضرغام المتروك، والذي زودني بالكثير من المعلومات والوثائق عن تاريخ أسرته. هذه لمحة سريعة عن أسرة المتروك في الكويت. وكما نعلم أن اسم المتروك يطلق على أكثر من أسرة في الكويت، وكلامنا إنما هو على أسرة التاجر الشهير عبد الله المتروك رحمه الله تعالى. والمجال مفتوح للجميع سواء في الكويت أو في الخليج لمن أراد أن نعرض شيئا من تاريخ أسرته هنا من خلال القراءة في الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية، أو في عرضها في مقطع مرئي أو في كتاب مصور. نشوفكم على خير. وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويس. آثار للأعمال التاريخية.